كافيين معكم عالم الصباح. خلينا نروح على صالة العرض لنشوف آخر الأفلام اللي نزلت بالسينما. You are part of my existence, part of the little good in me, part of the evil. جديد بالصالة The Invisible Woman عن القصة الحقيقية للعلاقة السرية بين الكاتب الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز وسيدة أصغر منه سناً. الإخراج لرالف فاينز والبطولة لفيليسيتي جونز، كريستين سكوت توماس ورالف فاينز اللي بيلعب دور الكاتب نفسه. نالي نالي Three Days to Kill عن CIA agent عم بيحاول يرجع يتقرب من بنته وبيقدموا له دواء جديد مقابل مهمة خطيرة وأخيرة مع كيفن كوستنر وهيلي ستاينفيلد. Not five. I love these people. I do. I love these people. I love you all. والفيلم الكوميدي The Spectacular Now عن حياة هاي سكول سينيور بيحصل معه تغيير لنظرته لفلسفة الحياة. Live in the now. Cheers. Cheers. رح اقرا شوي من الكومنتس اللي بعتوا لنا اياه هون. في كاميليا بتقول هاي رولا عقبال لما تصير ام، انا ماما بعيده سجلت لها صوتي بغنيه حلوه كثير لانه صوتي حلو ورح ابعت رح ابعت لها اياه، وانت كثير مهضومه وثانك يو ميرسي. فكره حلوه على فكره انه هيك اذا صوتك حلو تبعتي لها صوتك اكيد رح تنبسط فيكي. جينا بتقول بونجور انا رح جيب لك كريم بو لابو تضل حلوه. فكره. في خلدون بيقول رح جيب لها هديه من عالم الصباح وبقول لها بحبك وبدنا رضاك يا احلى ام. الله يخلي كل امات العالم والله يرحم كل اللي فارقونا. رح اروح عند الشيف لحتى نشوف شو محضرنا لليوم بورشه ملح. صباح الخير مشاهدينا عن جديد واهلا وسهلا فيكم. لكان اليوم نحن عندنا اول وصفه رح نحضرها هي مانجو او فروت بالسبايون. السبايون هي بنعرف هي ميكستشر من صفار البيض، العصير او مبيد او اي نوع كحول بتحبوا تستعملوه، عصير اورانج. وصفه كثير سهله وحلوه وبتتحضر، فيها تكون نوع دسير تقدموه بحفلاتكم. طريقتها هي عبارة عن صفار بيض، ثلاثة صفار بيض، اوكي عم نعمل نص كمية. اخترت اليوم عصير التفاح، عصير تفاح 120 ملي. وصفتها كتير سهلة، فينا نستعمل عصير الأورانج، فيكن تستعملوا مثل ما قلت مبيد أو أي نوع كحول، فيكن تضيفوا مع كمية العصير مثلا إذا بنستعمل أورانج فينا نحط جرون مارنييه كمان تقريبا شي 20 ملي معه. برش أورانج، برش حامض. هلا رح نعملها وكمان بتشوفوها. سكر عندي 80 جرام، حطيت كل المقادير مع بعضها. قبل ما احطها على النار مثل ما شايفين عندي بان ماري على الخفيف، يعني هون بنطفي عم نحضر الكريم برولي لاول وصفه. بنطفي لها، فينا نجيب المبرشي ونحط لها كمان ليمون زيست اوكي، شوي بالمي كرمال ما تزنخ. بالشريط الخفق تحريك مستمر بصير عندي نسميها بات ابوم، او كمان هاي الطريقه فينا نستعملها اذا عم نحضر شوكليت موس. رح نضلنا نحن نحرك فيها، بنضل نحرك فيها تصير عندنا فوم بضعف الحجم لثلاث مرات، وبتصير طبعا مزيج كيف بنحضر السبونج، بتصير فوم رغوي مثل السبونج ولونها اوف وايت. بتاخذ تقريبا حسب الحراره، نحن بدنا حرارتها توصل لل 75 وبن فوق 76، ما اكثر من هيك لانه طبعا بيحترق البيض. هلا هون مثل ما شايفين تحريك مستمر لها بهالطريقه، ما فينا نشيل ايدنا منها ابدا. اوكي فينا نقوي النار، رح تاخذ وقت تقريبا شي خمس دقائق نحن عم نهفق، وطبعا ما لازم ابدا نتوقف ابدا. هون ما بعرف اذا بتاخذها الكاميرا بنشوف كيف عم بيتضاعف الحجم، وطبعا بس توصل حرارتها لل 65 وما فوق ببلش
الصفار يتخثر او ينطبخ مثل ما عم نشوف هون، كرمال نحضر الكوب. في يكون عندنا ميكس بيريز، توت بري مثلا، في يكون فروزن، بنحط معه سكر، برش ليمون، برش اورانج، رشه قرفه، فينا نحط معهم كمان ينسون بودره، وطبعا بنمزجهم كلهم مع بعضهم مقادير، بنحطهم. هلا رح تشوفوا كيف طريقه التقديم رح تصير، اللي هي فينا نستعمل الكبايه، فينا نستعمل كمان صحن، وكمان في عنا اليوم انا مختار المانجو، مانجو فريش. فينا نخلط المانجو هلا مع البيزل، ورق الحبق، وكمان فينا نحط لها سكر زياده، وفينا لهالوصفه رح تطلع بعد شوي على الشاشه نضيف 100 جرام من الكريم المخفوق. من بعد ما تبرد فينا نضيف 100 جرام من الكريم المخفوق، وفينا نحط لها ورقه جيلاتين. هون ماني حاطط لها جيلاتين انا للوصفه، لانه بدها تتحضر ونمشي فيها، يعني نقدمها على بنفس اللحظه. فينا اذا بدنا نحطها بالبراد مع الكريم نحط ورقه جيلاتين. وهون كمان بدها بعد شويه وقت، انا رح كمل فيها خفق او تحضير كرمال تتخطر، وبعد تقريبا شي 5 دقائق بنوصل للنتيجه اللي بدنا اياها. اوكي، لكن هالوصفه هلا رح نقدمها بعد شوي، ترونا. وهلا رح نروح لعند رولا وجون نشوف شو محضرين لليوم. ميرسي لك شيف، رح نرجع لك كمان بعد شوي اكيد. رح نكون هلا مع جان بع غير موجه، ورح نحكي عن 2 ألبومز نازلين جديد. ليك عم تصورني؟ ممنوع؟ لا بالعكس، بس انا بحب التبريد بس. اول شيء بحب اقول للمشاهدين انه كنت عم بمزح مع هيبه قبل، اذا حدا فكر انه جديه كنا كله مزح. جربنا نعمل ضرب بيرولا ما زبط معنا. نقلنا معك مايك هلا رولا من يوتيوب للميوزك. عندنا البومين اليوم. اوكي. ليه البومين؟ لانه نزلوا البومين جديد، ونحن عجانا اخر فتره كان عندنا جراميز، كان عندنا الاوسكارز، كان عندنا الموفيز، كنا عم نعمل جرب نعمل كومبتيشنز كمان مع كل انكرز اللي معنا على عالم الصباح. بهالفتره نزل البومين جديد، ومعودين نحن بثاني شهر من كل سنه اكثر شيء في عندنا قبل الالبومات بيكونوا البوم حضروا له كل السنه، وما بينزلوه جانوري لانه جانوري يعني في عندك عيد راس السنه وكل شيء، نازلين يلعبوا الاغاني تبع قبل بسنه. صح. بقى في عندنا البومين شيرين موت فيها، بتحبيها كثير كثير، و صابر الرباعي كمان بحبه. رح نبلش بشيرين اول شيء. رح ارجع احكي من الاول، يعني ما دام هلا عندنا الهارد كوبي يعني الالبوم بايدنا، رح نحكي عن الالبوم اكثر شيء. بتشوفوا شيرين يعني عملته اكثر شيء سوفت كوبي للالبوم، هيدي ذا نيو ترند بالميوزك اندستري، لما يتكسر معك الالبوم انت وبالسياره. فكرة دائما عندنا بيكون البومات هيك على الشمس او وقعتي بيتكسر، بيصير متشافي، بيصير حتى السيدي بلا القلب بيطقطق والف خبريه. صح. بقى قرروا هلا صاروا اغلبيتهم عم ينزلوا هيك الالبومات. انا كثير لشيرين. شو مهضومه هو الصور على روح. واو كثير كثير فانكي، حبيت. ما معي خبر هيك كانت عامله بالسيدي بالكوفر. لا الكوفر تبعها كثير مهضوم. اذا بتروح اذا بدك تشوف الالبوم، يعني عامله فوتوشوت على مزح كان معه. جاي كمان مع الالبوم بوستر لشيرين. واو سو كيوت. يعني عم نحكي هلا شو رح يجيكم بالالبوم كمان، رح يجيكم كمان مع الالبوم صور عن شيرين والليركس تبع الاغاني تبعها. حلو. في شوف بليز. اكيد رولا ولو. الالبوم عندنا كمان بين انه شغالين على الالبوم، شغالين اول شيء على الفوتوشوت، شغالين على الكوفر، واكيد شيرين ما رح از نوت غانا ديسبوينت اس بالاغاني، اكيد اكيد رح تغنيهم. واو جمال. رح نحضر كليب، نرجع نخلص من الكليب بنقول على الالبوم معنا. يا مش
تغير ولا يا ريت حابه يا ريت فينا نسمعها كل الفيديو كليب. لولا صوتك حلو. هلا عرفت؟ انه اول مره بتغني، بعرف غيدا بتغني، جوزيف بيغني، غادة بتغني، انت اول مره بتغني. بدندن انا. رح نكمل، رح نسمع هلا اول غنيه ومين اختار؟ بقدم لك اياها سحر هالغنيه. أغانية الجديد وفك عن جد وقت هلا عم بسمع مولي انه قلت لك قبل انه بعد ما سمعت من الاغاني الجديد بس هلا وقت سمعت قلت لك قديمه هيدي الغنية. لا الالبوم يعني بتعرفي كيف رولا يعني بنشغل عليها على سنه في يعني مش كل سنه بينزلوا البومات جديد، مش كل سنه بينزل البوم جديد يعني في كل عندها اغاني عبرون سنتين ثلاثه بتجمعهم بالبوم بتعملوا البوم جديد. رح اسمع على اخر غنيه لشيرين ألمان الاعصاب الرباعي انا كثير هو اسم الالبوم كمان. بدنا نسمع قلت نوم بليز مجبور خالد او بيعمل لك شيء يعني اليوم. شينا بليز مستعجل كثير عم اسمع قلة نوم. ما فيك تبلش انجا تكون عم تقول كلمتين ترجع توقفني. خلص رح اترك لك اياهم. انا كثير انا الف حاجه على بعضها في حاجه واحده انا واحده عايشه. فينا نرجع نسمع قلة نوم؟ انا فينا بدك بعد تسمع قلة نوم كمان؟ صبر صبر ربع مره. انا وخالد ممكن اليوم ننطرك على المفرق قلة نوم. شفتوا التهديد اللي بياكله كل يوم كل يوم. رح نرجع نسمع هلا البوم ثاني. اوكي هيدا تقدم لالي ميرسي. طيب كم نجم بتعطيها البوم؟ بتعطيني السي دي؟ بعطيها 10 20 على 10 20 على 10 20 30 على 10. طيب نحن عم نحط له 4 ستارز على البوم. دايما بحبها. مشان رولا بنزيد له كمان نقطة من عنا يعني صاروا خمسة على خمسة. خمسة على خمسة خلص ما اختلفنا. هي كان ريتنج أربعة بس مشان يكسر خمسة. هيدا شيرين. شيرين. ثانكس لالي هيدا؟ لا. نور على صابر الربع. سوري برا. طيب ركزي معي شوي رولا. ما خلص قلي بالهي مثل يعني كيف الولد بيفتح كادو على نوال. ايه مش مصدق. مو معقول مش مصدق. اكيد لا انا دري اخذته وشريمه تاخذه ليك حياتي خديها خدها هويتي وعيشه. ما بقول لا. صابر الرباعي البوم جديد. اوكي كم غنيه منزل؟ 10 10 اغاني. شو رايك بهلا؟ شو رايك اول شيء بصابر الرباعي؟ بحبه كثير. عم نحكي اول شيء عن الالبوم رح نرجع نشوفه. اوكي كمان يعني بتلاحظ صاروا عم يعملوا ديزاينز لذيذين كيف عم يغيروا كل شيء صاروا بالالبوم. شو مهضوم. نشوف. فيري نايس.
لذيذة. كمان حاطت كلمات الأغاني، كمان أكيد حاطت كلمات أغاني، حاطت صور لإله، وأكيد صابر الرباعي مقدم رسالتين ومقدم الألبوم للوالد تبعه. أها. وأكيد حلو. للأحباء وللفانس تبعه. أوكي. رح نسمع أول غنية مع بعض. أجمل مختصر على اسم الألبوم. فكرك ببعدك عني خلصت القصة، ولا ببعدك عني فت الغص. فكرك ببعدك عني خلصت القصة، ولا ببعدك عني فت الغص. وينك يا حنوني ويا طيوبي، وينك نسيتي ولا عليك؟ هون هون هون. وينك يا حنوني ويا طيوري؟ شو رأيك؟ أنا هون عم قله لصابر الرباعي باسمه. كل البنات اللي معنا بيستجوا صاروا هالغنية لإلي وأنا هون وسمعوني. صوته حنون كتير، وعن جد هو وشيرين من الاصوات اللي بس تسمعهم دغري انه بيتميزوا بكاركتير. يعني بتلاحظي الالبومين بيلبقوا مع بعض اذا بدك تسمعي يعني شيرين وصابر الرباعي، يعني كنا عم نسمعهم الالبومين بيلبقوا مع بعض. يعني في عندك شيرين سترينج تو، يعني عم جرب تكون اكثر ترندي، بس بعدها تركي يعني عم تفوت مع البيتس تبع الدانس وكل شيء مثل اول غنيه سمعناها. بس عم بتدلها يعني عم تحتفظ على شو عرفناها لشيرين، على اغاني عرفناها فيهم لشيرين. اكيد شيرين غير الغنى، انا بنحبها هيك يعني تعودنا عليها هيك بنحبها هيك بهالميوزيك. غير الغنى شيرين بتمثل بس لنعرف بتمثل. ايه ما بتمثل اكيد. لا ما بتمثل فلومة، بتمثل عندها يعني اذن في عندها الفيديو كليبات تبعها. ايه بتمثل كمان في عندها هي بس بلجنة تحكيم ذا فويس. ايه وبتغني بس انه كتمثيل بعد ما خاضت ولا تجربه بالسينما او بالافلام او المسلسلات. بلا انا اكيد منها رولو. لا مش اكيد. بلا انا عم اقول لك. طيب اسمع غنية تانية لصابر. عمري شمعة خبيته بجفوني، ما بيستاهل إني دمعة ولا تبكي عيوني. قال لي دوت عمري شمعة خبيته بجفوني، ما بيستاهل إني دمعة ولا تبكي عيوني. لو إنه بيستاهل كنت بتم بروحي وقلبي، لو انه بيستاهل حبي كنت بتم بروحي وقلبي منه محرومين. انا بشكي لمين خليها بقلبي، انا بحكي لمين تعبت انا عم خبي. خليها بقلبي كمان غنية صابر الرباعي بألبوم الجديد. شو رأيك بالألبوم برلو؟ أنا الميوزيك اللي كتير رايقة وكتير هيك حزينة وكتير بحس إنه عم ندب يعني أو حزن كتير، ما بحب. ما بتحب الأغاني الرايقة؟ هالقد كتير هالقد لا يعني كألبوم إذا بدك تنصح الناس يشتروه أما لا شو بتقولي لهم؟ هو يعني ما في انا يعني ما في هلا اكيد بنعرف انه الموسيقى هي ذوق كمان وصابر كمان انه انا ما في انا اللي اعطي رايي فيه لانه هو شتي مجروحه فيه، بس ايه يمكن الغنيه اللي حطيت لنا اياها شوي بطيئه لو فيها شيء هيك. طيب رح نجرب نسمع بعض غنيه شو بركي بتغير رايك. اوكي كده
بقى. وشك لما طليتي مش شايف اجمل منه، حد الصخر مريتي رح ينطق غصب عنه. هي غنية انا معك هيك. مش شايف اجمل منه، حد الصخر مريتي رح ينطق غصب عنه. لا هنيكي وابقى شايف. غيرت رايك بالالبوم شوية؟ يعني اكيد في عنا البوم الاغاني رح يكونوا ري، اغاني ما رح يكونوا ريين. يعني الالبوم بيستاهل كم نجمه بتقولي؟ بعطيه 4. 3.5. 3.5 نص بالنص ناخذها. البوم 3.5 عن جد. بس اكيد بنصح كل المشاهدين اللي عم يحضرون يشتروا البومين. صابر الرباعي اكيد وشيرين كثير حلوين، البومين كثير حلوين. واكيد الذوق يعني حسب طبعاً. شخص بيحب شيرين، شخص بيحب صابر الرباعي. هاي هي حلقتنا لليوم. ثانك يو لك وميرسي كمان على السي دي. ما عندك اياه رح تعطيني اياه. رح نرجع نشوفك اكيد كمان بفقره ثالثه. رح نرجع نشوفك كمان بعدين. اما هلا رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع جين نصار ونشوف شو محضرت لنا بهيدي الحلقه. عيد الأمهات.